أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. زواج أولاد العم الجزء 71. زواج أولاد العم هو الزواج بين ذكر وأنثى، علاقة النسب بينهم إنهم أولاد عم. وزواج أولاد العم بيعتبر عند العرب هو الزواج الصحيح، هو العادة والتقاليد والخيار المشهور في الزواج فيه الصحة وليس فيه عقاب ولا ذل ولا إهانة. وزواج أولاد العم وزواج الأكفاء أغر له الدين الإسلامي في القرآن والحديث، ولذلك زواج أولاد العم وزواج الأهل هو شيء مشهور ومقبول حول العالم في العرب وفي المسلمين من كل شعوب الإنسانية. اشتهر زواج أولاد العم باشتهار الإسلام وباشتهار القرآن الذي موجود فيه الإغرار لصحة وإحلال زواج أولاد العم. وأهم فكرة في زواج أولاد العم هو إنه زواج أولاد العم بيعتبر عزة، وزواج الغريب والزنا والضعارة واللواط واغتصاب الأطفال وكل علاقة منحرفة مختلفة من زواج أولاد العم بيعتبر فيها معاني الذل والإهانة للنفس وللذات، مما ينقص مكانة الإنسان بين الناس. إنه زواج أولاد العم يسمى العرس، والعرس هي من العارسي، إنه الرجل وبنت عمه عندما الأكفاء المتشابهين عندما يكونوا بعيدين من بعض، هذا البعد بيذكر بالاختلاف، لأنه الشيء المختلف بيبعد والشيء المتشابه يغرب، فهذا التبعيد في المختلف. لذلك حتى لما يكونوا أولاد عم وأكفاء مستبعدين كل واحد في بيت أبوه لأنهم كانوا صغار ودابهم بلغوا ما تزوجوا بعد، هذا بيسموه عار، هذا بعدهم من بعض وهم متشابهين بيذكر بالاختلاف، ومنطقة الاختلاف هي العورة، ولذلك بيروحوا فيه عار من تعرية. فأما العرس هي العارسي، العرسي العرسي يعني يقولوا بالعرة هو شيء سيء، إنه الأولاد العم الأكفاء يجمعهم في زواج فينتهي بعدهم من بعض، فلا يذكروا بالاختلاف بمنطقة العورة. ولذلك الزواج في العرب بيسموه سترة، وقال الله نساءكم لباس لكم وأنتم لباس لهم. فالعرب لذلك بيحتبروا إنه قبل الزواج في حالة بتاعت عار، في كون الرجل وبنت عمه الكف بعيدين من بعض بذكر بالاختلاف والبعد، اللي هو بذكر بالعورة والمنطقة المختلفة في الناس. فلذلك هم في حالة تعزل، انه في تذكير بعوراتهم، منطقة الاوساخ والنجاسات والنقص. اما بعد العرس في جمعهم في زواج هذا يفقد التسكير، وهم متشابهين يفقد التسكير بمنطقة الاختلاف ومنطقة العورة، فهم في سترة وهم في عزة. ولذلك من أهم أفكار زواج أولاد العم المنتشرة حتى بين العرب والمسلمين هو إنه زواج أولاد العم ده عزة وفخر، وإنه الشخص عندما يكون متزوج بنت عمه أو البنت متزوجة ابن عمها أو الطفل المولود من أولاد عم، إنه فيه معاني العزة والكرامة والهيبة والوجاهة. وقال الله عن سيدنا عيسى ابن مريم الذي ولد من غير جماع في وجيه في الدنيا وفي الآخرة. فلذلك زواج أولاد العم مرتبط بمعاني العزة، ولذلك زواج الغريب هو العار، وسماه الله في القرآن السفاح، السفاح انتشر السيء، يعني من قول العار والتسكير بالعورات
وينتشر خبرهم في الناس من مراسم الزواج، هذا فيه نشر للرذيلة. قال الله: الذين يريدون أن تشفع الفاحشة في الذين آمنوا. فالله سماه السفاح، والعرب يسمونه العار في اللغة الدارجية. فالقرآن قال: محصنات غير مسافحات. وهو المحصن هو زواج أولاد العم، لأنه ليس فيه تذكير بالاختلاف والعورات، وليس فيه تذكير بالأذى، لذلك في عدم ومنع لمعاني الأذى، فهم محصنين في حصن. أما السفاح هو الرجل يترك بنت عمه لا ينظر إليها ويتزوج من النبطية، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام. والسفاح هو من علامات الساعة، وحرمه الله في القرآن. قال الله: محصنات غير مسافحات في سورة النساء. فالسفاح الرجل يتزوج أنثى غير بنت عمه الكف، والأنثى تتزوج رجل غير ابن عمها الكف، فلا يكون حصل العرس، لا يكون حصل عرس، لا يكون حصل السترة، إنه جمع المتشابه وفقد معاني الاختلاف، ولكن يكون ضد ذلك، إنه يتزوج أنثى غريبة. فغير العار في كونه بعيد من بنت عمه، زاد لمعاني العار بأنه كونه تزوج من أنثى مختلفة منه غريبة، فذكر تاني بمعاني الاختلاف، فزاد من معاني الاختلاف والأذى، فسماه الله السفاح السيفاح. وانتشر المعاني السيئة في المجتمع المسلم مما يضرهم في معاني طهرهم وعبادتهم لله، ولذلك هو من الجرائم ومن الكبائر. ولذلك تقليديا في الإنسانية وفي العرب وفي المسلمين، حتى الزاني إنه كان لا يزني أمام الناس، إنه بالقلون خرابة امشوا الخلا، إنه في منطقة مكفولة مخزن في بيت مهجور، لكن لا يشعرونه في المجتمع أمام الناس، يلا يقبضوهم بالخطأ، لا يتعمدون إنهم عندهم علاقات جنسية وجماع مع شخص غريب ما ابن عمه، لأنه فيه معاني العار ومعاني الزنا واللواط والإلحاد. فكانوا حتى لو استهوتهم نفسهم إلى متعة الجماع مع الغريب يعملونه في الضرع. قال الرسول محمد صلى الله عليه وسلم: إذا بليتم فاستتروا. إنه لو الله ابتلاكم بمرض وبمعاصي ما تشهروا بها، استروها. فهو من معاني هذه الحديث، لأنه الزنا المشهور في الشريعة اسم عنده اسم مختلف اللي هو السفاح، إنه السفاح هو الزنا الإشهار بالزنا. الزنا هو يأذي نيعي، يأذي نيعي يسمى الزنا، أي وعي وجماع ولمس في خارج الخطة الصحيحة، في خارج النية، يأذي نيعي في أذي النية، يعني في ليس في الخطة المسبقة الصحيحة، ليس في أولاد العم الأكفاء، يسمى زنا. فأما عندما الزنا يشهر بين الناس بمراسم زواج لسبب الحب والطمع في منافع بينهم، هذا بسموه سفاح. فالسفاح هو لذلك الزنا المشهور المتعمد الشهرة. والسفاح لذلك هو الزنا الجماعي، لأنه في الزنا العادي الرجل والأنثى بيقبضوهم في منطقة مكفولة، منطقة بعيدة، أربع رجال عدل يقولوا وجدناهم، يشهدوا بأنهم وجدوهم بزنوا، يقام عليهم الحد الزنا. أما في السفاح، السفاح هو الإشهار بالزنا، إنه الرجل بدل اللي قالوا بيت في النبطية في الشعبية، في الجامعة، في المستشفى، في مركز البوليس،
في محطة البص، في بيت جيران، في نادي، في مطار، في محكمة، في السوق، بدل يسوقها ويمشي بها الخلا، أو يسوقها بيت مهجور، أو يسوقها بيت ناس بيعرفون عنده مفتاحه ويزني معاها. في السفاح بيقول لازم أشهر علاقتي معاها وعلاقة الجماع معاها، إنها هي جميلة، إنها هي فيها منافع كثيرة، أنا أريد أن أفتخر بالزنا معها حتى كل الناس تعرف إني أنا أمتلكت بنت جميلة أو غنية أو حسيبة أو نسيبة أو غنية أو ذكية شاطرة أو متعلمة أو شغلها عندها شغلها كبير وماهيتها كبيرة. المهم هو البدي داير الناس كلها يعرفوا إنه عمل معاها الزنا، فبقوم بشهره بسفاح ب ب بتزوير مراسم الزواج حتى يكون بينهما الجماع ويخلوه للسلطات. السلطات تبقى شاطرة يقولوا لهم انتم اولاد عمك، كفاء هذا زنا، هي مرة غريبة ما بتهلك، هي اجنبية انت مفروض ما تعاين ليها، لا تنظر اليها، هي مفروض تكون محجبة، انت مفروض تغض بصرك منها، انت تكون مفروض ما تجي معها في مجلس واحد، انت تكون ما بيناتكم صداقة. ويعاقبهم كزنا، أو السلطات والمجتمع يقول ما دام هم تعبوا وعملوا خطوبة وعملوا عقد وعملوا عقد نكاح وعملوا دفع مهر وأخبروا أخذوا إذن الولي، الظاهر نيتهم طيبة، نمشيه كزواج ولا نعتبره زنا سفاح، زنا جماعي وإشهار بالزنا، ولكن نعتبروه زواج شرعي مقبول للمجتمع. الرسول محمد صلى الله عليه وسلم قال إنه ولد من نكاح مثل نكاح الإسلام، ولم يولد من سفاح. من آدم لحد الرسول محمد صلى الله عليه وسلم ما عنده أبو ولد آبائه من سفاح، إنه ما حصل في تاريخ نسب الرسول محمد صلى الله عليه وسلم رجل زنى ما تزوج بنت عمه وأشهر ذلك بزواج ولادة لسبب حبه وعشقه وتتيمه وإرغامه بها مغرم بها، لأنه دائما كانوا بلده من نكاح مثل نكاح الإسلام، من علاقات أولاد عم وأكفاء وحبا في الطهر ولتأييد وجود الله وبيت الله، إنه كان دائما بلده في معاني الإسلام، لمعاني الله ومعاني الدين والطهر والحنف. فلذلك السفاح ما شيء بيفتخر به ولا شيء مقبول ولا بيعجب ولا مرضي، والرسول محمد صلى الله عليه وسلم نفاه عن نفسه، فيصعب القول بأنه أمر به عباد الله، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام قال خير امرأة بنت العم. فلذلك العرس عند العرب يعني، وكلمة العرس لا تنطق إلا على ما هو حقيقة عرس، يعني العرس هي العرسي، يعني إنه ليس فيه معاني العر، العرة يعني العر والعرة والتعري والكشف، لأنه المتزوجين أولاد عم أكفاء، فهي زواج سترة. والعرس لذلك هو عزة، لأنه فيه
رفضي معاني الأذى ومعاني الاختلاف وكشف سر ووصف الجماع في قول المختلف بالتمع إن عورة الرجل والأنثى عورة الذكر والأنثى مختلفة وبيجمعوها في الجماع، هذا الكشف بتاع السر الجماع الذي يكون في السفاح في قول المختلف يجتمع، هذا يسمى عار. أما العرس هو العرسي، هو عكس العار، العرسي هو القول بالجمع بين المتشابه والأكفاء من أولاد العم حتى لا يذكروا بالاختلاف وجمع المختلف ولا يذكروا بالعورات ولا بالجماع. والعرس لذلك هو عز وشرف وفخر عند العرب، إن الرجل يتزوج بنت عمه الكف حليلته التي يملكها وينتهي عهد الطفولة وينتهي بعده من بنت عمه الذي فيه العار، لأنه يذكر بالاختلاف إنهم بعيدين من بعض، يذكر بمعاني الاختلاف والعار والعورات، ويكون رجل شريف طاهر، فهذا فيه عزة وفيه كرامة وفيه مكانة في المجتمع. ولذلك تقليديا الرجل المتزوج والرجل المتزوج بنت عمه الكف حليلته فيه من المكانة والهيبة. قال الرسول محمد صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا، إنه هذا الإسلام فيه رحمة بالصغير ويوقر الكبير، يحترم الكبار، إنه الرجل بعد ما يتزوج بنت عمه ويجيب راجل وله مكانة وكرامة، إنه الإنسان يحترمه يوقرها يغرها له. أما المشكلة في زواج الغريب إنه الناس اللي خلوهم يسووا زواج الغريب دين ما كلموهم بحقيقة رذالة الزنا والسفاح والذل وفقد المكانة وفقد الهيبة وفقد الوجاهة وفقد الإنسانية. قال الله سبحانه وتعالى: قد كرمنا بني آدم، إنه بني آدم ده في أغلبية الناس أي إنسان ممكن يقف قدام أي إنسان وجيه فيه كرامة، إنه الذل والإنسان يكون منطوي وخايف من الناس وهو ذليل رذيل هزيل، هذا شيء نادر، شيء شاذ في المجتمع. أما الإنسان في طبيعته قد كرمنا بني آدم، إنه الإنسان كائن مكرم وكائن كريم ويحب أن يكون عزيز ويحب أن يكون كريم. قال الله سبحانه وتعالى: العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. إنه تقليديا في العرب والمسلمين إنه زواج أولاد العم ده بيعتبروه تأكيد للعقل، إنه زواج أولاد العم، العم هو أخ الأب، يعني الأخ الأذى أبا يرفض، وهذا هو وصف العقل السليم، إنه العقل السليم بيرضى بالخير وبيرفض الأذى، إنه العقل السليم فيه رفض الأذى، الأخ أب يرفض الأخ الحاجة المتعبة الأذى. فلذلك زواج أولاد العم كان بيعتبر تقوية للعقل، إنه هذا الرجل الصبي بعد ما بلغ زوجه بنت عمه، ومن خلال التعامل مع بنت عمه والزواج من بنت عمه والجماع من بنت عمه والولادة من بنت عمه وحياته كلها تكون بنت عمه، هذا حيكون حيقوي فيه معنى أخ الآب رفض الأذى، مما يقوي عقله، ولأن العرب هم أهل عقل. قال الله سبحانه وتعالى: قرآن عربي لعلكم تعقلون، إنه العرب بحب تقوية العقل والعقل، لأنه هو الحذر، آلة الحذر والأمان في الصحراء، فلذلك هم يحبون العقل والفكر، والعرب اشتهر فيهم الشعر والحكم والفزورة أو الغلوطية، فبحبوا الفهم والفكر العرب.
ولذلك أنزل الله فيهم القرآن. وإن العرب كانوا بيحبوا الكلام والفهم والشعر لدرجة إنهم في الجاهلية كانوا بيعلقوا الشعر المعلقات في بيت الله سبحانه وتعالى، حتى منعها الله تطهيرا لبيته حتى يكون البيت مخلص لعبادة الله. فلذلك إنه العرب كانوا يرون إن زواج أولاد العم هذا حيقوي من عقل الصبي الرجل، مما يجعله حكيم، مما يجعله حذر من الأذى والموت، مما يجعله فيه الفهم والكرامة، وفيه العروبة، وفيه الإسلام والسلامة وطلب الجنة ورفض النار. وزواج أولاد العم فيه من العزة في رفض عورات الغريب، في معاني سترة السترة العقلية، في كون الرجل وبنت عمه كانوا بعاد وجههم قراب، جمعهم في الزواج يفقد التسكير بالاختلاف وبالعورات، مما هو فيه الكرامة والعزة. وزواج أولاد العم بيعتبر فيه الطهر والبراءة في الأطفال، أن الطفل زواج أولاد العم لا يعرف المختلف يجتمع في المرأة والرجل، فهو في حال الطهر وبراءة. أما الطفل الذي من زواج غريب فأمه وأبوه مختلفين واجتمعوا، هذا فيه من وصف الجماع، مما يكون فيه فقد البراءة وفقد الطهر، وفيه يكون النجاسة الدائمة العظيمة من كثرة تكرار معرفتهم بأمهم وأبوهم. فزواج أولاد العم لذلك فيه العقل وفيه العزة وفيه الطهور وفيه الإسلام، إن الله أمر به أحللنا بنات عمك، والرسول قال خير امرأة بنت العم. وإنه أولاد العم فيه طريقة خلق طاهر، لأن الزواج يكون فيه الزواج يكون فيه الجماع والولادة، مما يخلق الناس. ولذلك عندما تكون العلاقة طاهرة هي طريقة خلق طاهر تؤيد وجود إله خالق طاهر. ولذلك زواج أولاد العم هو آية من آيات الله، قال الله ومن آياته إن جعل لكم من أنفسكم أزواجا، إنه من النفس من ابن عمك الكفء زوج، هذا آية لوجود الخالق الطاهر الله. وقال الله الذين يلحدون في آياته، إنه من عدم وجود آيات الله أو في من تدمير وجود آيات الله أو من منع آيات الله يكون ليس في الدليل الكافي والبرهان لوجود الله فيلحد الناس، يكونوا كفار ملحدين لا يؤمنون بوجود الله. فلذلك زواج أولاد العم فيه المنافع الدنيوية والدينية. في طبع الإنسان إن الإنسان هو كائن له كرامة، قال الله سبحانه وتعالى قد كرمنا بني آدم، إن الإنسان كائن عنده وعي وإحساس بالكرامة، إن الكائن الإنساني عنده معرفة ووعي بالنفس وبالذات والهوية وما ينسب إليها من خير، ما يسمى الكرامة والعزة، أو ما ينسب إليها من شر وأذى ونقيصة، ما يسمى بالذل. إن الإنسان مكرم عنده هذا الوعي بالعزة وبالذل وبالخير وبالشر، قال الله هديناه النجدين، إن الإنسان يعرف الخير ويعرف الشر. قد كرمنا بني آدم، إن الإنسان كائن حر بيعرف المختلف، بيعرف الخير وبيعرف الشر، وبيقدر ينسب لنفسه الخير ويقدر ينسب لنفسه الشر. ولذلك الإنسان يمكن اختباره وامتحانه، قال الله ليبتليكم أيكم أحسن عملا، والإنسان لذلك يمكن عقابه ومحاكمته. ولذلك
الله جعل ملوك وجعل سلطات وحكم ومشيخات ومشايخ وسلاطين وغياصرة كانوا يحكمون الناس يجازون الأعمال والصناعات ويعاقبون على الأذى والإجرام. فهذا شيء مثبت في الإنسانية، هذا الوعي بالكرامة. ولذلك في زواج أولاد العم هو زواج كريم، هو زواج عزة. لذلك هذه من محفزات زواج أولاد العم عند العرب والإسلام والإنسانية، إنه كانوا الناس يرغبون في هذه العزة، إنه يكون مستور، إنه الناس لا تكون عندها وعي أو تفكير في عورتهم، إنه يكون في سترة، يعرفون عنه الخير ولا يعرفون عنه الشر، إنه ينسبون إليه المعاني الجميلة، معاني المحنة والإنسانية والطيبة وبراءة الأطفال ومعرفة الله وتأييد وجود الله والإسلام. الناس بتطمع إنه ينسب إليها الخير، وزواج أولاد العم هو الخير، هو أكبر خير في الإنسانية. إنه الإنسان الزواج والولادة هو أكبر، والعيشة هي أكبر جانب مهم في الإنسان بعد العبادة والدين في التقرب إلى الله. فالزواج هو حاجة كبيرة، والعرس والولادة والعيشة والزول يكون عنده بيت، دي كلها حاجات كبيرة في حياة الإنسان. ولذلك عندما تكون صحيحة وصواب يكون فيها كثرة المنفعة، وعندما تكون في خطأ وفي أذى وفي ذل ففيها شدة الفساد والضياع والفقد والخسارة. فالعورة في الإنسان وهي في وسط جسم الإنسان، منطقة العانة، هي منطقة مخارج أوساخ وغزارات ونجاسات، ومنها 10 أشياء: الخراء والبول والزراط والشعرة والعرق والجلد الميتة والحيض، وكذلك الإفرازات في الشهوة الجنسية في النساء، والمني، وكون العورة يا ذكر يا أنثى فهي نقص، وإنه مكان العورة فيها اللحم البمبي، اللحم الغير مغطى بالجلد، فهي منطقة حساسة ومنطقة خاصة، وكون الغلفة غلفة الطهور أو الختان اللي بتكون في مغطية البصر في النساء في الأنثى، أو مغطية الذكر في الرجال في الذكور. فكل هذه النجاسات والأوساخ والغزارات المرتبطة بالعورة الإنسانية. لذلك في زواج أولاد العم وهي علاقة فيها سترة، ليس فيها اختلاف ولا تسكير لمنطقة الاختلاف العورة بين الذكر والأنثى أو للجماع، فهي علاقة مكرمة، علاقة عزيزة، ليس فيها معاني العورة والأذى والنجاسات والأوساخ. أما في الزنا وفي السفاح والعلاقات المحرمة والإجرامية والخاطئة، في هذا التسكير بالعورات وأوساخ العورات وغزارات العورات ونجاسات العورات. فلذلك فيها معاني الذل والهوان والإرهاق النفسي في معرفتها وإخبار الناس بها، والناس لا ترضاها أن تنسب إليهم أو يشهر بها. ولذلك تقليديا وتاريخيا الإجرام الجنسي كان بيكون في الزنا، إن الرجل بيلتقي بأنثى غير بنت عمه الكف، فيكون بينهم الجماع في الخفاء. أما الزنا المشهر اللي هو السفاح، ويكون مراسم زواج حتى يظهر لها ويقول لها
بمدى إعجابه بها ويخبر الناس بمدى إعجابه بها، هذا كان نادر لسبب إن زواج أولاد العم هو كان اللي بيعتبر العلاقة الصحيحة، وغيرها في زواج الغريب وجمع المختلف من الناس فهي العلاقة السيئة، العلاقة الرذيلة التي لا يرضاها الناس. فتاريخيا وتقليديا في العرب والمسلمين إنه كان الرضاء بزواج أولاد العم إنه هو العقل، إنه هو العلاقة المعانيها طيبة، إنه الأطفال فيها أبرياء وعلاقة طاهرة وعلاقة تؤيد وجود الخالق الطاهر وعلاقة نصرها وأيدها وأكدها الإسلام وأقرها الإسلام. لذلك كان وهذه شدة قوة هذا الفهم وهذا الاعتقاد في الناس العرب والمسلمين حتى في الجاهلية، إنه كان يعرفون إنه العلاقات بين مع الغريب هي علاقات أقل وعلاقات أدنى، لأنه علاقة أولاد العام هي الأصح وأحسن علاقة، إنه حتى كانوا يسمون الجماع بين الغريب، جماع زواج الغريب وجماع الغريب، كانوا يسمونه بالضعارة، عنده اسم يسمى الضعارة ويسمى البغي. وهذا الضعارة كانوا، والضعارة هي من كلمة يدي عارة، إنه في علاقات العار هي أقل من علاقة زواج أولاد العم، ولذلك هذا العار يجب أن يعطى إليه منفعة أخرى لأنها هي علاقة ناقصة، يتموها بقروش، يتموها بذهب، يتموها بهدايا غالية. إن الرجل عندما يكون عنده علاقة مع أنثى ليس بنت عمه الكفر بيحتاج يهدي ليها، وبيحتاج يعطيها أجر وقروش تحفزها لهذه العلاقة الناقصة الغير ممتعة التي ليس هي العلاقة الصحيحة. ولذلك الرسول محمد صلى الله عليه وسلم قال: أغلهن مهرا أكثرهن بركة، إنه في تقليل المهر هو التذكير بأن هذه العلاقة هي الصحيحة، ما محتاجة تحفيز كثير من المهر، ليس ضعارة، ليس علاقة ناقصة بين غرباء، ولكن هي علاقة بين أبناء عم، علاقة الغرباء هي العار، ويحتاج الدليها يدي عارة الضعارة حتى تحفز هذه الغريبة للرضاء بعورة الغريب وبالجماع والتغرب مع الغريب، وفي الرضاء بغلة المتعة مع الجماع والعلاقة مع الغريب. فكانوا تقليديا وتاريخيا زواج الغريب يسموه الضعارة، والعرس هو زواج أولاد العم والأهل. وكان في قبول لأنه زواج أولاد العم هي العلاقة الصحيحة، العلاقة التي فيها الأطفال أبرياء وفيها تأييد الله والإسلام، فكانوا حتى أهل الزنا والضعارة يغرون ذلك، يرضون بذلك، لأنهم كانوا عقلاء، ولأنهم كانوا حتى الزناء فيهم الزناء المسلمين، يعني الذين يؤمنون بالله وبالإسلام، فيريدون الزنا، يريدون المتعة في العورة، متعة الجماع، ولا يريدون أن يخرجوا خارج الدين، فلا يعادون زواج أولاد العم ولا أهل زواج أولاد العم، ولا يصغرون من شأن زواج أولاد العم الذي هو يؤيد وجود الله، كانوا يريدون فقط الزنا. أما في زمننا واشتهر وكثر فيه التعليم والمدارس والجامعات وإعجاب كل ذي رأي برأيه، قال الله: وكل فريق بما لديهم فرحون، إن الناس اللي بيتزوجوا أولاد العم عندهم أفكارهم وآراءهم المغرورة في القرآن والحديث ومفاهيم العرب والتقاليد، وإن زواج الغريب بيحاولوا ينصروه بأنه فيه منفعة وفيه دين وفيه ثقافة، وليس مثل الزناء المعروفين تاريخيا الذين كانوا يقرون زواج أولاد العم ويقولون أنهم فقط يريدون شوية متعة، إنه هذه البنت عجبته يريد أن يكون معها جماع مرة مرتين وحيعطيها هدية ضعارة
وحتكون بالخفا أو بتضعر، حتكون في أطراف القرية وأطراف المدينة من غير ما يأذوا المجتمع والأطفال والدراويش والشيوخ والملوك أو المجتمع. فزواج الغريب في زمننا ليس مثل زواج الغريب في تقاليد وتاريخ العرب والإسلام والإنسانية، أنه لا يسمونه سفاح، لا يسمونه عار، لا يسمونه زنا، لا يسمونه كبيرة، لا يقولون إنه إلحاد، لا يعترفون بحقيقته. وهذا جزء من بعدم الاحتراف بحقائق الأشياء، مما يدل على أن هذه الاختيارات في زواج الغريب ليس اختيارات مدروسة، ليس من وراء فهم، كما كان يكون زواج الغريب والضعارة تاريخيا في العرب والإسلام والإنسانية، إنهم بيحاولوا يغيروا زواج أولاد العم وأهل زواج أولاد العم، إنهم دارين يقولوا إنه في زواج الغريب ده إنهم هم عزيزين ومكرمين زي زواج أولاد العم، إنهم هم أصحاب فهم وعقل مثل زواج أولاد العم، إنهم هم أهلي طهور وبراءة أطفال مثل زواج أولاد العم، إنهم هم مسلمين ومؤيدين الدين وناصرين الدين مثل زواج أولاد العم. وهذا يسمى بالنكران، إنهم بينكروا حقيقة زواج الغريب والزنا واللواط والإلحاد واغتصاب الأطفال، بينكروه. وهذا ما سماه القرآن، قال الله يأمركم بالمعروف وينهيكم عن المنكر، إنه المنكر هو الأشياء اللي ينكرها من شدة أذاها ومن حتمية عقابها يستنكرها استحياء خوفا من العقاب ومن الموت. ولذلك هذا النكران، شدة النكران في علاقة الغريب، وهو من حقيقة إنه هو منكر وإنه محرم عند الله والرسول. ولكن زواج الغريب هو ليس في زمننا 1400 هجرية ليس اختيار شاذ، بيت هنا ولد هناك رجل هنا مرة هناك، ولكن هو ثقافة عندهم، ثقافة عندهم، ردود عندهم، كلام جاهز عندهم، آيات يقولون شعوب وقبائل تعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم، أو أن إحنا مسلمين ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فتقول لهم الزوجة أولاد عمكم، يقول لهم الزواج قسمة ونصيب، يقولون زواج أولاد العم، يقولوا زواج أولاد العم تخلف، زواج الغريب يقولوا زواج الغريب حضارة رغي، عندهم كلمات ألفاظ محافظينها وناشرونها في جميع المجتمع، وألفاظ متشابهة متكررة، مما يدل إنها ليس كلامهم هم الشخصي من ذاتهم وهويتهم، ولكن كلام قالوا لهم أن يقولوه، إنه في العرب والمسلمين في بعض المجتمعات العربية الإسلامية في إنه زواج الغريب في المجتمعات العربية الإسلامية وجدوا إغرار من الدين من القرآن والحديث، إنهم وجدوا مساعدة من السلطات، من الحكومة، من المأذون،
بيقدروا يسجلوا زواجهم من القريب بمأذون للحكومة وينشروه في المجتمع كسفاح دون القول الظاهر بأنه جريمة تعاقب، إن المجتمع نفسه العمة والخالة والجدة والصديقة والجارة رضيانين به وبيعتبروه كسب، إنه هذه الأنثى وجدت رجل غريب غني وحتنتفع هي وأهلها، إنه في رضا من المجتمع، وإنه في شخص في رضاء شخصي، إنه الناس اللي بيتزوجوا أولاد العم هو اختيار يختاره الشخص بنفسه، وكذلك الشخص الذي يتزوج الغريب هو اختيار يختاره الشخص بنفسه، ما في زول مغرم مرغم. فالنفس طاوعتهم وأهلهم والمجتمع والحكومة والسلطات والدين والشيوخ والمفتين ورجال الدين، فلذلك زواج أولاد زواج الغريب لقى قوة في 1400 هجرية، مما جعله ينتشر ويكون هو الزواج الرئيسي والكثير بين العرب والمسلمين للأسف. وهو إنه في الدين، إنه أصلا في تاريخ الدين 1400 سنة، إنه في المذاهب الأربعة المالكية والحنبلية والحنفية والشافعية من أهل السنة والجماعة، ورأيهم هو الكفاءة، إنه المتزوجين من صحة الزواج يكون في الكفاءة، وكفاءة النسب يكون من نفس القبيلة والشعب الإنساني، ويكون من نفس الآباء، ويكون أولاد عم. والقرآن الله قال أحللنا لك بنات عمك، فلذلك الغول بصحة الزواج الغريب هو إنه تحريف من الفتوى الأولى، هي نسخ من الفتوى الأولى المشهورة التقليدية التاريخية في العرب والمسلمين في صحة زواج أولاد العم والأهل والكفاءات، مثل كفاءة النسب وكفاءة القبيلة والشعب، لأنه العربي يتزوج عربي والعجمي يتزوج عجمي، أنه يكون في كفاءة، يكون في تشابه في مهنة الآباء. والقرآن والحديث ذكر 10 أشياء فيها يكون الكفاءة، فزواج أولاد العم هو لذلك هي الفتوى القديمة، هي أهل السنة والجماعة، المذاهب الأربعة، التاريخ الإسلامي منذ عهد الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. والقرآن قال أحللنا لك بنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك، ورسول محمد صلى الله عليه وسلم قال خير امرأة بنت العم، والرسول أمه وأبوه أولاد عم، في جدهم الرابع والخامس يسمى كلاب، وتزوج السيدة خديجة بنت خويلد وهي بنت عمه في جدها الثالث، وتزوج السيدة عائشة وهي بنت عمه في جدها السادس، وزوج بنته فاطمة لابن عمه علي بن أبي طالب، وزوج 2 من بناته لأولاد عمه من أبو لهب. فلذلك من بداية الإسلام في قوة في معاني زواج أولاد العم، والذين يقولون إن زواج الغريب له صحة في الدين الإسلامي هو للقول بأنه إنهم في تحريف من آية زواج أولاد العم، في نسخ، يقولون من صحة زواج أولاد العم إلى صحة زواج الغريب، وهو إنه وجدوا آيات مستمسكين بها يقولون فيها أعطتهم صحية زواج الغريب في الإسلام، وأحيانا يقولون دون زواج أولاد العم، إن زواج أولاد العم هو الخطأ هو الحرام.
فزواج أولاد العم ومن آية أحللنا لك بنات عمك، فيكون التحريف يقولون إنه يريدون يعرفون حقيقة إنسانية بعض، إنه هم التقوا بشخص غريب وهذا الشخص من شعب أو قبيلة إنسانية أخرى، أول مرة يسمعوا بها، أول مرة يشوفوهم، يريدون أن يعرفوا عنهم أكثر، عن إنسان حقيقة، هل هم حقيقة إنسانية يأكلون ويشربون وينومون ولهم عورة ولهم أوساخ تخرج من العورة ونجاسات وأغزار ولهم شهوة جماع ولهم ولادة، يريدون أن يعرفوا هذه حقيقة إنسانية هذين الناس، ويقولونها أن الله قال شعوبا وقبائل لتتعارفوا. ويقولون في من أسباب زواجهم من القريب إنه هو مسلم وهي مسلمة وهم مسلمين، ودائرين ينصروا الإسلام من شهرة عرسهم بآية من يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، أو يقولون إن الله أنعم عليهم بخير، يريدون يشهدوا عليه الناس ويكرمون منه بآية فأما بنعمة ربك فحدث، أو يقولون إنهم دارين استعملوا فرحة العرس لتصليح عداوة قديمة بينهم وهم من عائلات مختلفة أو قبائل مختلفة أو شعوب مختلفة إنسانية مختلفة بآية إن كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. ويقولون زواجهم من الغريب ومن شخص غريب هو للغنم من الكفار وتضعيفهم، إنه يأخذ خيرهم وينقص عددهم بآية والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب، وده كله ما طريقة عيشة وتربية أطفال وراحة سمحة المحنة والأهل وزواج أولاد العم، إن زواج الغريب في من الناحية الدينية من الناحية الإسلامية هو مبني على إنه حصل بحرفه من القانون المثبت زواج أولاد العم المذكور في آية أحللنا بنات عمك في سورة الأحزاب الآية 50، وتحريم زواج الغريب في الآية 52 من سورة الأحزاب، قال الله لا يحل لك النساء من بعد، إلى القول إنهم عندهم منفعة، هذه المنفعة مهمة، دارين يعرفوا حقيقة إنسانية شخص من قبيلة أخرى، يريدون أن يجعلون زواجهم نصرة للإسلام، إن الناس بتحب العرس وبيشهروا العرس، ولو العرس ده هو بين اثنين مسلمين والسبب هو إنهم هم مسلمين، هذا بربط الإسلام للزواج، هو نوع من أنواع الرموز تعظيم شعائر الله للقول بعظمة الإسلام، إن الله أنعم عليهم بخير يريدون يشهدوا عليه الناس، إنهم بنتهم دكتورة ولدهم مهندس، بنتهم جميلة ولدهم غني، بنتهم بيضاء ولدهم غوي، يريدون عندهم مشيخة عندهم ملك عندهم حسب عندهم نسب شريف عندهم شيء، قال الله فأما بنعمة ربك فحدث، فيرون هذا تزويج بنتهم للغريب أو تزويج ابن الغريب إلى بنتهم وواحد فيهم عنده نعمة كثيرة، إنه هذا هو يكرمون من نعمتهم للآخرين. فزواج الغريب مبني ليس على ما صرح به الله في القرآن، قال الله أحللنا لك بنات عمك، وقال الله قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم، أما زواج الغريب فمبني
على غانون سيدنا الخضر عليه السلام، إنه في القرآن في سورة الكهف ذكر الله نبي الله الخضر، وقيل إنه نبي وقيل إنه رجل صالح ولي لله، إنه التقى بموسى عليه السلام. ففسد فقد مركب أهلها ساعدوهم قطعوا بها البحر، وأطل طفل ذكي غير متزوج بريء بيلعب، وبنى حائط لناس رفضوا أن يكرموهم بعد ما سألوهم أن يكرموهم من فهم مسافرين أصحاب السبيل. فكانت هذه الأشياء عجيبة إنه استنكرها سيدنا موسى عليه السلام، وقال للخضر فسدت من المركب وأسيادها يعني ساعدونا وقطعنا بها البحر، وقتلت هذا الطفل البريء الزكي دون حق، والناس اللي لم يكرمونا بنيت لهم حائطهم اللي كان حيقع. فاستعجب من أمره فقال له نبي الله الخضر إنه المركب كانت لأهلها فقراء، ولكن من جمالها وزينتها وكمالها يمكن الخطأ في إنه القول بأنها يملكها الملك، فخاف أن يأخذوها الملوك أو يأخذوها للملوك بالخطأ فعابها حتى يكون واضح ليس هي ملك للملوك، فلا يسرقوها منهم وتكون معهم مع أهلها الفقراء. فأما الطفل فقال أبويه كانوا صالحين وإنه حيكبر يتعبهم ويشقهم في دينهم، فقتله حتى يكون لهم ذرية أخرى طيبة مباركة. وإن الناس اللي رفضوا أن يكرموهم بنى الحائط الواقع، لأنه كان وراء هذا الحائط كنز، إنه عندما تقع الحائط هذين الناس ليس كرام يأخذون هذا الكنز، وأراد هذا الكنز أن يكون لليتامى الصغار، إنه هذه الحائط حتغطي حتستر هذا الكنز حتى اليتامى يكبروا فيأخذوا هذا الكنز. فنبي الله الخضر إنه بعد الناس قطعوهم البحر بمركبهم بالسفينة عاب السفينة بدل يشكرهم، فهذا غير الغانون المعتاد إنه الإنسان لو ساعدك بتشكره بتحمده. والطفل يعني الطفل البلعب انت بتديه حلاوة، لكن نبي الله الخضر قتله، فهذا غير المعتاد غير القانون. وإن الحائط الناس الأب يكرموهم اللي عندهم الحائط أب يكرموه هو بنى لهم الحائط، فهذا شيء غريب إنه ناس يرفضان يعطوك وإنت تعطيهم تساعدهم تبني حائطهم. فكان غير القانون المعتاد، فشيء للمعاني الباطنية. قال الله وأعطيناه من لدنا علما، إنه الله أعطى سيدنا نبي الله الخضر علم، علم أعلى من علم القانون، وهو العلم علم ما يسمى بعلم الرحمن أو بعلم الحوائج أو الحالات الشاذة، إنه يكون شيء غريب فيحتاج للقانون غير القانون المعتاد. فكذلك زواج الغريب بيعتبروه إنه القانون هو زواج أولاد العم، هو في العرب وفي الإسلام إنه القرآن إنه الحديث إنه سنة الله ورسوله ما فعل الرسول وفعل الصحابة وفعل أهل البيت، أهل البيت إنهم كلهم كانوا يزوجون أولاد العم. أما زواج القريب هذا يرون إنه عندهم منافع أخرى مثل نبي الله الخضر، وجدوا لها آيات في القرآن تساعدهم إنهم ينحرفوا من زواج أولاد العم إلى زواج الغريب. وزواج الغريب ده كان هو الزنا والسفاح واللواط والإلحاد، فكان منكر مرفوض
إنما حلله لهم يرون هذه المنافع التي وجدوا لها آيات مثل شعوب وقبائل. وفي الحقيقة إن هذه المنافع التي يتوهمونها في زواج الغريب إنه لها حلول أخرى دون فعل اللواط الخفي، ومن غير أن يكون السفاح والعار والإلحاد. إنهم يغلون شعوب وقبائل ليتعارفوا، إنه في حكومات، في ملوك، في شيوخ، في حكم، في سفرة، في قناصل، في سفارة، في وزارات داخلية، في وزارات ثقافة، في أساتذة لغة عربية، في أساتذة تاريخ، كلهم يعرفون الشعوب والقبائل والتعامل مع الشعوب والقبائل. وفي منظمات عالمية للسلامة بين الدول والشعوب الإنسانية. إنه ما في شخص مواطن عادي محتاج يدخل نفسه في مساعدة الشعوب والقبائل ليتعارفوا، إنه في منظمات قوية قانونية منظمة مرخصة من الحكومات ومن الملوك. فما في شخص مواطن عادي يحتاج أن يحقق إنسانية أي شخص. وفي برامج تلفزيونية عن الشعوب والقبائل والمناطق والتاريخ. والذين يقولون أن يريدون أن ينشروا وينصروا الإسلام بالزواج بينهم وهم مسلمين حتى يعظموا شعائر الله، حتى يكثر الكلام في أنهم هم مسلمين ومدينين وتزوجوا وهم غربة وتركوا أهلهم وتركوا أولاد عمهم وتركوا قبيلتهم وتركوا أمهم وأبوهم وتركوا ما يملكون وأمهم وأبوهم وبيوتهم. وتزوجوا بينهم وهم لا تجمعهم شيء غير الإسلام. فالإسلام من البداية رسول محمد صلى الله عليه وسلم تزوج بنات عمه، والإسلام في شيوخ وفي أشراف وأئمة من آل البيت، وفي الخلافة الراشدة مسؤوليتهم تعظيم الإسلام، تعظيم شعائر الإسلام، ونشر الإسلام ونصرة الإسلام. فبرضو ما محتاج الإنسان المسلم العادي والمسلمة العادية للتضحية بحياتهم أن يكونوا شهداء أحياء من أجل الإسلام. في طرق لنشر الإسلام وعلوم الإسلام، كتابة الكتب، توزيعها مجانا، الخطف في الجوامع، الشيوخ والدين. وإن الإسلام كان بينشر بالحكومات، إن الله أنزل القرآن والإسلام على سيدنا محمد بن عبد الله، سيد من أسياد قريش، أمير، ملك، سلطان، قيصر، وأرسل إلى ملوك وقياصرة الشعوب الإنسانية المختلفة، أخبرهم بالإسلام. وعندما رفضوا الإسلام جهز الجيوش وكانت الحرب والسيوف. فالإسلام عظمة بينشر بالعظمة وبالملوك وبأسياد مكة. وما الإنسان يظهر عورته لإنسان غريب عنه ويكون بينهم الجماع ويقول إنه نصر الإسلام. فالإسلام دين طاهر، دين إبراهيم حنيفة، لا ينشر بالرذائل وبالسفاح وبالعار وبالزنا واللواط والإلحاد. أما الله أنعم عليهم بخير يريدون يشهدون عليه الناس ويكرمون منه بآية، فأما بنعمة ربك فحدث. فالإنسان الرسول عليه الصلاة والسلام قال أنا خيركم خيري لأهلي، خيركم خيره لأهلي، إنه
لو في دكتورة في عائلة يزوجوها لواحد من أبنائهم حتى يفتخروا بها هم، حتى لو من ماهيتها تشتري لهم هدايا لهم هم، تعزمهم هم في العيد، حتى تلد لهم هم دكاترة في المستقبل، حكماء، حاكم في المستقبل، ولكن يزوجوها لقبيلة ولعائلة أخرى وشعب إنساني آخر وهم يفتخروا إنه عندهم أعطوهم بنت دكتورة حكيمة وهي تعزمهم هم فيستفيدوا من ماهيتهم من قروشها، وهم الأولاد ينسبوا إليهم الحكماء في المستقبل فأضاعوا نعمتهم. فالكرم والصدقة حتى الزكاة إلا الإنسان بعد ما يكون عنده ما يكفيه حتى يعطي الناس. فالإنسان إن الله أوهبه بنعمة لا يتسرع ويعطيها للناس. والله في آية في القرآن قال إنه الإنسان لمن يكرم لا يكرم بالكثير فيفسد، ولكن الإنسان يكرم بالزائد. وحتى إنه في الناس صعب القول بإنسان زائد، لأن كل الناس مكرم عند الله سواسية مثل أسنان المشط. وإن الإنسان لا يكون دني، قال الله العزة لله رسوله والمؤمنين، والدناوة هي الشيء الدني، هو الشيء الأقل أو الشيء التحت، قال الله غطوف دانية، الحاجة السهلة. إن الإنسان لا يكون دني، لا يكون سهل، يكون عزيز، لا يأخذ بسهولة، قال الله تحسبهم أغنياء من التعفف. إن الإنسان لو ناس تانين عائلة قبيلة شعب إنساني آخر عندهم دكتور عندهم مهندس يتعفف من حق الناس، لا يأخذه في فرحتهم هم والافتخار به، وابننا مهندس وابننا غني وابننا عنده ما عنده، في هذه الهيجة بتاعت فرحتهم به نعطوكم منه، لا 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 تأخذونه، فيندمون بعد فترة يقولون احنا كنا فرحانين فقط نحب ان نبشركم بما عندنا. فالإنسان لا يكون دهني وساهل يأخذ أشياء الناس بسهولة. ويقولون استعمال فرحة العرس لتصليح العداوة القديمة بآية كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. إنه لو في عائلتين مختلفتين بينهم شجار وعداوة قديمة، أو قبيلتين أو شعبين إنساني، إنه لو أخذوا واحد من بنتهم واحد من ولدهم وزوجوهم وكان بينهم الجماع ومتعة الجماع والأطفال وتوحدت لحمتهم ودمهم، إنهم كده مجبرين لحسن التعامل مع بعض والأخلاق الطيبة مع بعض وتوقيف العداوة لمصلحة هذه الأطفال البريئين الصغار. إنه خلاص الناس اللي انتم عادينهم ديل عندكم معاهم خلاف قديم، لحمتهم بقت ملصوقة في لحمتكم ولحمتكم بقت ملصوقة في لحمتهم، لازم مع ده ترضوا ببعض. إنه شوفوا هذا العرس والزواج والأولاد بين المختلفين الأعداء هيأتي بمصلحة السلم والسلام بين الناس، وهذا جزء من تفكير شعوب وقبائل تعارفوا. وقال الله إن كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. ولكن حتى في زمن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم والعداوة القوية بين كفار قريش ومسلمين المدينة، إنه لم يلجؤوا إلى القول بالزواج معهم وتكوين أطفال يكونوا رمز سلام بينهم، ولكن كانت بينهم العهود والكتابة والورق، وهذه العهود كانت مكتوبة وكانوا يعلقوها في الكعبة، فكان بينهم تعامل راقي حضاري على مستوى الحكومة والملك والأسياد.
ولم يتركوه ليكون بين العاشقين يلدون أطفال فيقولون هذا رمز بين السلام للسلام. ومن أسباب زواج الغريب الغنم من الكفار أن يأخذون تضعيفهم، يأخذ خيرهم ونقص عددهم بآية والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب. إنه يقولون المحصنات من الذين أوتوا الكتاب هو القول بأن الرجل يمكن أن يتزوج من الكتاب الكتابية كتابيات المسيحيات النصرانيات الذين يعبدون عيسى ابن مريم كابن الله. وهو إنه المحصنات من الذين أوتوا الكتاب، إنه لو الرجل بنت عمه كانت نصرانية من أهل الكتاب، بنت عمه المحصنة، العلاقة المحصنة هي ابن أولاد العم، المحصنات من الذين أوتوا الكتاب إنه بنت عمك لو كانت كتابية ثم دخلت الإسلام، ولكن الله لأنه أهل الكتاب النصارى واليهود قالوا بالنقص من في الله، إن الله له ابن ومعان جماع ولادة وزوجة، واليهود يقولون إن الله له معاني تعب وفقر وعدم عطاء، لذلك الله لم ينساهم. قال الله لا تحمل علينا إصر كما حملته على الذين من قبلنا، والإصر هو الإصرار، إن الله يقول مدام قلت عني هذا الشيء العظيم الأذى أنا أتذكره ناكلة الآخرة والأولى. قال الله والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب، إنه النصارى واليهود بعد ما يدخلون دين الإسلام ما زال الله يسميهم أهل الكتاب، يذكرهم بذنبهم القديم في القول بأن عيسى ابن الله أو الله تعب أو الله فقير. فهذا في اللغة، ولا يقصد أهل الكتاب الذين هم ما زالوا على دين النصارى واليهود، لأن الزواج في الإسلام يكون بين الأكفاء. والله زمان في زمان الرسول عليه الصلاة والسلام الرجل بيكون بنت عمه مرات وثنية تعبد الأصنام، أو مرات مسلمة كما السيدة عائشة كانت مسلمة ولدت على الإسلام وأسلمت، أو تكون بنت عمه من الكتاب، بنت عمه يهودية على دين اليهود أو نصرانية على دين عيسى ابن مريم. فبعد ما تدخل الإسلام ويتزوجها الله ما زال سماهم بالكتاب، والكتاب يقصد به التوراة والإنجيل، وهي كتب سماوية أنزلها الله على النصارى واليهود من قبل الإسلام والقرآن. فهذا هو بيروا إنه في بهذا الزمن إنه هم عندما يتزوجوا من الكفار أو يتزوجوا من قبيلة بينهم عداوة ويأخذوا من بناتهم هو تضعيف لهم، تضعيف يأخذ خيرهم وينقص عددهم حتى يكونوا هم أحسن منهم، يكون هم فيهم الخير الأكثر وهم يكون فيهم العدد الأكثر. وهذا هي استراتيجية حروب، ويرخصونها بقول الله المحصنات من الذين أوتوا الكتاب، إنه الذين هم ليس مسلمين يمكن الأخذ منهم كغنيمة، إنه الرجل يترك بنت عمه ويسمع إنه في قبيلة أخرى عندهم بنت دكتورة يأخذها منهم يتزوجها، كده يكون ضعف الخير اللي عندهم، نقص منهم دكتورة حكيمة، وإن هي ما حتلد لي قبيلته، حتلد له هو، كده نقص عددهم، وكان هو قبيلته هو يكون فيهم الخير الزيادة أكثر من قبيلتها، كده غنم منهم. ويرونهم مرخص في إنهم يريدون أن يتقووا ويعيشوا لمنافع دنيوية، بيستعملون آيات من الكتاب
فأما الزواج عند الله ورسوله صرحا قال الله أحللنا بنات عمك، وصرحا قال الرسول محمد صلى الله عليه وسلم خير امرأة بنت العم. ولذلك الزواج الصحيح والنكاح الصحيح والعرس الصحيح هو زواج أولاد العم.